السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين. ندوة في نواكشوط تبحث أثر العنف والصراعات المسلحة على المجتمعات بمشاركة فقهاء وباحثين مغاربيين. هيئات ومنظمات في نواكشوط تندد بتصريحات المقرر الأممي الخاص بالفقر المدقع فيليب ألستون وتتهمه بالانحياز. تفرغ زينة يفوز على نادي الشرطة وأفسن وديبو يخسر أمام الكونكورد بهدفين للصفر في كأس رئيس الجمهورية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. ناقش باحثون وأساتذة جامعيون خلال ندوة بنواكشوط أثر العنف والصراعات المسلحة على المجتمعات. الندوة منظمة بالتعاون بين المركز الموريتاني للبحوث والدراسات الإنسانية مبدأ والمنتدى العالمي للوسطية، ويشارك فيها باحثون من بلدان عربية مختلفة. وإن بدائل النزاعات المسلحة والصراعات المتواصلة لا تكون إلا باستثمار المشترك والاتفاق على آلية حسم الخلاف بالطرق الحضارية، وتزداد أهمية الموضوع وجاهة في وقت يعيش فيه العالم وكل العالم وعالمنا الإسلامي خاصة والعربي منه بوجه أخص موجة عنف رهيب ونزاعات مسلحة متواصلة يدفع ضريبتها النساء والولدان والبلدان في اقتصادها ورجالها وأطفالها، وتتخطف فيها الأوطان كل الأوطان من فوق رؤوس ساكنتها، وهو ما يستدعي استحضار الأسباب ومواطن الخلل والفشل ودوافع ومكامن وتطورات تلك النزاعات واستظهار أدوار المؤسسات التربوية والدينية والفكرية للاطلاع بأدوارها النبيلة في اقتراح البدائل ومواكبة نشأة النزاعات المسلحة في الأذهان قبل أن تتجسد في الميدان. ممثل المنتدى العالمي للوسطية في موريتانيا بن عمر لي قال إن الأمة الإسلامية تمر بأزمات حطمت البنية الاجتماعية والاقتصادية للعديد من الدول بفعل التطرف والغلو والنزاعات المسلحة، داعيا المشاركين في الندوة إلى التفكير في إيجاد حلول لهذه التحديات القائمة. لا يخفى علينا جميعا ما تمر به بلادنا أمتنا في هذه الأيام من أزمات ونكبات وكوارث ومشاكل حطمت البنية الاجتماعية وفتتت القوى وحطمت الدول وبددت الممتلكات وبددت الثروات وبددت جميع إمكانات الأمة بسبب تطرف الغلو. كل واحد من اللي فوق يعدل العنوان الثالث يدير النزاعات المسلحة واستعمال العنف. لذلك تم الاتفاق بين المركز الموريتاني للبحوث والدراسات الإنسانية مع المنتدى العالمي للوسطية في عمان على تنظيم هذه الندوة من أجل دعوة المفكرين والعلماء وقادة الرأي لمدارسة ومناقشة هذه المشاكل المطروحة اليوم على أمتنا. قال وزير الاقتصاد والمالية المختار واللجاي إن خطاب الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز الأخير بمدينة النعمة قال إنه لم يختلف عن خطاباته السابقة، حيث ظل متمسكا بذات الاهتمامات التي أعلن عنها منذ وصوله السلطة. وقال واللجاء خلال مهرجان بنواكشوط لشرح خطاب الرئيس بمدينة النعمة إن إكراهات السلطة لم تغير رؤية الرئيس. قامت رئيس الجمهورية بعد 7 سنوات من توليه للسلطة خطاب هارودة في النعمة هو نفس خطابه في الحي الساكن اللي له 7 سنوات، وهو نفس خطابه في الترحيل اللي له 6 سنوات، وهو نفس خطابه في نواذيب اللي له 4 سنوات. ذاك اللي قال لكم في نهاره الاول قالوا لكم نهاره ذا بالنعمه بالمفردات
وبالأفكار وبالتصميم وبنفس القوة. بالرغم من الإكراهات اللي يجبر حد عاد في السلطة نقولوا كاملين على أن السلطة عندها إكراهات، غير هذه الإكراهات ما غيرت من رؤية فخامة رئيس الجمهورية في يوم الأول مجيء للسلطة، لأنه جاء مسكون مجموعة من الاهتمامات معينة. هذه الاهتمامات هو أن موريتان تستحق شما هو الوضع اللي كانت فيه، وعلى أن الطبقات المسحوقة من موريتان يا الله عادت تعود حاضرة في ثروة البلد، وعلى أن شباب موريتان يا الله عاد يحضر في ذلك، يا الله يعود في الجانب السياسي ويا الله يعود في الجانب الاقتصادي ويا الله يقرأ ويا الله تفتح له آفاق. ناحية أخرى، انتقدت الأمينة العامة للحكومة الموريتانية زينب بنت علي سالم ما سمته تأويل المعارضة الموريتانية لخطاب الرئيس الأخير بمدينة النعمة، وقالت بنت علي سالم إن المعارضة أساءت فهم خطاب الرئيس بهدف إثارة الفوضى في أذهان المواطنين، مضيفة أنه كان خطاب إنجازات. هذا الخطاب كيف تعرفه ذار حفيظة المعارضة، كل ساعة يخلق خطاب وكل ساعة، قال الخطاب كان تأثيره فيه ما معتاد، لأنه فعلا صداه كان كبير وبحجم كبر ذاك الصدى. جات ردة مولي فعلهم هم باللي لو كان ما مهم ما عودوا صبح مع الصباح قايم فيهم ما فادق على الخطاب، فقام العياط، قام العياط بالتأويل خطاب السيد الرئيس وبطرق ما هي الله، والإساءة تفهموا إياك يذوروا الفوضى والبلبلة في أذهان المواطنين. ذاك الخطاب اللي عجبهم ومتبنينه ويعرفين عايشينه في الواقع اندار من خلال معارضة بشتى تكتل وبشتى تواصل، وعادوا أوله ياسر من الكلام وعدل أنه موجه لشريحة من المجتمع، بينما هو خطاب بناء خطاب إنجازات السيد الرئيس محمد عبد العزيز. هذا الخطاب بدأ من محور السياسي كيف تعرفوا، السيد الرئيس تكلم بلغة طبعا هي اللي فهموا المواطنين كاملين، ولا إلا نكون بصددها اليوم. ندد جناح بحزب الوفاق من أجل الرفاه حوار بمنع السلطات له من تنظيم نشاط، قال إنه كان يسعى من خلاله إلى شرح خطاب الرئيس محمد عبد العزيز، متهما إياها بالائتمار بأوامر البعض على حسابه. ويشهد الحزب مشاكل وصراعات داخلية منذ أسابيع، حيث أعلن عدد من أعضاء مكتبه التنفيذي عزل رئيسة الحزب، فيما ترفض الرئيسة ذلك وتعتبره خرقا للقانون. بكل بساطة طرحنا طلب عند حاكم مقاطعة تبرغ زين التابعين له إداريا بأن لنعد مؤتمر بأطر الحزب نطلق منه حملة تحسيسية شرح مضامين خطاب فخامة رئيس الجمهورية، ونطلق منه حملة تحسيسية للشعب الموريتاني بأهمية لأنه هو المصدر الوحيد للسلطة، وعلن مستقبل موريتاني لا يمكن أن يبقى رهينة مزاجية بعض القادة، ولا يمكن أن يبقى رهينة مناكفات يود البعض من خلالها اكتساب ربما فوائد شخصية. يؤكد الحزب على أنه باقي على نفس المسار، ولأنه مازال داعم لفخامة الرئيس محمد عبد العزيز، ولأنه مازال مقتنع على أن الشباب الموريتاني لأنه وصل مرحلة من النضج اللي مات لقابل حد يعود وصي عليه، ولأن لا يوجد أوصياء على الشعب الموريتاني أيا كانوا، يسوى نافذين في السلطة ويسوى نافذين في المعارضة. هذه الحقيقة ببساطة الذي خلق اليوم إياها، والله إلا تشمئز النفس من ذكره به اللي قاعد مسألة سخيفة. السلطة التنفيذية تتبع شخص معين تأتمر بأمره بشكل مباشر. نددت عدد من الهيئات والمنظمات في موريتانيا بتصريحات المقرر الأممي الخاص بالفقر المدقع فيليب ألستون حول الأوضاع الاجتماعية في البلاد. وقالت المنظمات والهيئات المنددة إن التصريحات كانت منحازة ولم تتحرى الحقيقة، وكان ألستون قد قدم أرقاما حول نسب الفقر والفقر المدقع في البلاد بعد ختام زيارة قادته إلى بعض مناطق الداخل الموريتاني. نتابع. ردود فعل متباينة على تصريحات المقرر الأممي الخاص بالفقر المدقع وحقوق الإنسان فيليب ألستون حول الأوضاع الاجتماعية في موريتانيا. الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد رمين للشيخ قال إن التقرير المرتقب إعداده من طرف ألستون لا يعتد به، وإن الحكومة والشعب يتعاطيان مع الواقع، وذلك يتناقض مع ما ذهب إليه المقرر الأممي. رابطة الصحفيين الموريتانيين اعتبرت تصريحات فيليب ألستون غير مسؤولة ووصفتها بالمستفزة. وقالت الرابطة في بيان صادر عنها
إن المقرر الأممي تجاهل عن قصد جهود الحكومة الموريتانية في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الفقر، والتي أشيد بها من طرف مجلس الأمن في الأمم المتحدة وبعض المنظمات الدولية الأخرى وفق البيان. مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني أصدرت بياناً قالت فيه إن المقرر كان منحازاً، وإن أماكن ومواقع زيارته والأشخاص الذين قابل تم اختيارهم بشكل متعمد، كما نفت أن يكون للأرقام والإحصائيات التي قدم أي أساس. وكان المقرر الأممي الخاص بالفقر المدقع وحقوق الإنسان فيليب أليستون قد نظم قبل أيام مؤتمراً صحفياً في نواكشوط بعد انتهاء جولة قام بها في الداخل الموريتاني ولقاء عدد من المنظمات الحقوقية الناشطة في المجتمع المدني. وقال أليستون إن نسبة الفقر في الوسط الريفي الموريتاني تصل 60%، فيما تصل نسبة الفقر المدقع 44%. نظمت نقابة أطباء الأسنان الموريتانيين مؤتمرها العام الرابع في نواكشوط، وقال رئيس المنسقية المركزية لنقابات الصحة دكتور يوسف الحرمت الله، قال إن طب الأسنان في موريتانيا شهد تطورا منذ تأسيس النقابة، لكن الصعاب والتحديات ما تزال قائمة، يتعلق بعضها بالمهنة وبعضها الآخر بممارسيها. المهنة لا شك عنها تطورت منذ تأسيس النقابة، لكن هذا لا يعني تمام الرضا عن الحالة الموجودة حالا. هناك الكثير من الصعاب يعاني منها طبيب الأسنان وممارس مهنة طب الأسنان في البلد، منها أسباب تتعلق بتنظيم المهنة بشكل عام، ومنها أسباب تتعلق بممارس المهنة أي بطبيب الأسنان من حيث التكوين، من حيث صعوبة توفر المادة الجيدة لعمله، من حيث وفيها أسباب تتعلق بعقلية المجتمع. ما فتئت النقابة ولم تبخل ولم تدخر جهدا في تذويب هذه الصعاب على مستوى المحاور الثلاثة. راسلت الجهات المختصة بجميع المشاكل المطروحة لطبيب الأسنان. وقال الحرمة الله إن أطباء الأسنان في موريتانيا يعانون جراء غياب التكوين والتجهيزات الطبية، مضيفا أنه لا توجد أي جهة رسمية تتولى استقدام التجهيزات الخاصة بطب الأسنان في البلاد. نحتاج للتكوين المستمر. طبيب مهنة طب الأسنان مهنة علمية متسارعة، اكتشافات العلمية فيها كيف تعرفوا زملائي متسارعة جدا. فطبيب الأسنان إنين يعطي 3 سنوات ما تم تكوينه على رواية جديدة، ما الله قاعد لك إلا عاد 6 أشهر أو 8 أشهر لا يعود ناقص قطعا، والله فيه ما هو متمكن من ناصية العلم بحيث أنه يتمكن من يعدل مهنته على أحسن وجه ويقدم خدمة للمواطن بشكل أفضل وبشكل أأمن وبشكل أدق. وفيه تقصير كبير في قضية التكوين. قضية التجهيزات الطبية، المواد المستخدمة والتجهيزات الطبية، نحن نعاني ودائما نطرح على الوزارة عن المواد طب الأسنان الآن ما ثم جهة رسمية تجيبهم، معناها مخلين بشكل كامل على الخصوصيين، مخلين بشكل كامل على الخصوصيين. نظمت في العاصمة نواكشوط ورشة تبحث موضوع برنامج الحوكمة المسؤولة لحيازة الأراضي ومصائد الأسماك والغابات في سياق الأمن الغذائي. الورشة منظمة لصالح عدد من النواب والشيوخ، وشارك فيها ممثلون عن الجمعيات والرابطات الرعوية والزراعية. ورشة تحسيس وإعلام لصالح البرلمانيين، وإذا كان مشروع مقام الفيضية الزراعي الذي انطلق سنة 1995 قد أسس على مبدأ تفاهم عقاري يرضي جميع الفاعلين طبقا للتوجيهات الطوعية التي يمولها الصندوق الدولي للإنماء الزراعي مباشرة أو بواسطة شركاء فاعلين من المجتمع المدني، فإن بلادنا كرست جهودها على مختلف الصعد في السنوات الأخيرة لمحاربة الفقر وتشجيع نفاذ الفقراء إلى ملكية الأراضي
ضمانا للأمن الغذائي الفعال، وتوج هذا المسعى بالمصادقة على المعاهدة الدولية للحكامة العقارية سنة 2012 على غرار 162 دولة. أيها السادة والسيدات، رياضيا في هذه النشرة، فاز نادي تفرغ زين على نادي الشرطة الوطنية في مباراة ربع نهائي كأس رئيس الجمهورية بهدف دون رد، ليحط بذلك رحاله في نهائي الكأس الوطنية. وفي المقابل خسر نادي أفسير وذيبو بهدفين دون رد من نادي الكونكورد، ليضرب موعدا مع بطل الدوري الموريتاني في نهائي كأس الرئيس. تفرغ زين تشتغل من بكري، هدفه هو إن شاء الله الكأس والدوري، الدوري راهم فاتوا حصلوا عليه، والكأس إن شاء الله في الطريق له بإذن الله تعالى. هذه خطوة اليوم بالنسبة لنا خطوة، خلق فهم عمل جبار والأداء طيب. وأضاف الخيري أنه يطمح إلى أن يشارك النادي هذا العام في دوري أبطال إفريقيا، لكن المكتب التنفيذي للنادي لم يحسم بعده في ذلك. الوقت ما فات حان، ويعني مكتب التنفيذي تفرغ زين ولا بد من يجمع عليه، غير نقدر نقول لك بارك على لن يقدر هذا العام ان شاء الله. هو نيته لنا والغدا والله نقدر لنا نشارك، هي نيتنا ان شاء الله. يا غير بعد انكور لا بد من يجمع المكتب التنفيذي تفرغ زين ويخذ قرار، وارجو انا بعد من نفسي من الناس اللي يقولوا علينا ان شاء الله. نهاية نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون، وقد تابعتم فيها ندوة في نواكشوط تبحث أثر العنف والصراعات المسلحة على المجتمعات بمشاركة فقهاء وباحثين مغاربيين. هيئات ومنظمات في نواكشوط تندد بتصريحات المقرر الأممي الخاص بالفقر المدقع فيليب بالستون وتتهمه بالانحياز. تفرغ زين يفوز على نادي الشرطة، وأفسين وذيبو يخسر أمام الكونكورد بهدفين لصفر في كأس رئيس الجمهورية. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة الثانية. موجز إخباري بحول الله. دمتم في أمان الله.